Somebody think we risk too much because أظن على أن النتيجة والتعادل فهو منصف للفريقين رغم أننا يعني خلقنا فرص عديدة وأكثر من 4 فرص سجلنا منها هدف وفريق اتحاد العاصمة في الشوط الأول كانت له نسبة النجاح يعني كبيرة يعني منصفة مع الفرصتين اللي اتحولوا خلال الشوط الأول سجل منهم هدف وأظن بأن التعادل هو منصف room for the game.